شباب لا تنسون الشحن من متجر فاكس، اوكي؟ فبأفضل العروض وأرخص الأسعار، الرابط راح تلاقونه في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المثبت. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. أوكي، نزلت لكم مقطع أمس فيما يخص التحديث وغيره، لكن اليوم بحول الله رح نعطي تقييم شامل للموسم بعد التحديث مباشرة، لأنه نزل معنا التحديث وزي ما توقعت بالضبط وخبرتكم أنه تقريبا رح يكون 200 ميجا بايت ورح يكون تحديث داخلي، وكان بالفعل هذا هو التحديث يا شباب. لكن النقطة السلبية اللي دوما يعني أنا مش عارف يعني الشركة كيف تفكيرها بصراحة، يعني في كل مرة تسوي هذه الحركة يا أخي. اللعبة راح يصير حجمها تقريبا بحجم لعبة الوارزون بصراحة على البي سي وغيره، فيا اخي انا مش فاهم اذا كل مرة نحمل الاسلحة وغيره وسكيناتها وسكينات الشخصيات وغيره، فكارثة والله كارثة. اتمنى انه الشركة يعني في كل مرة نتكلم عن هذا الموضوع بصراحة، اتمنى انه الشركة يعني تحل هذا المشكل. يا اخي لما تسوي لي تحديث ذاك التحديث احمل فيه كل شيء، اوكي؟ حتى الخرائط، يعني حتى لو تكون الخرائط الجديدة وعادي يا اخي نحملها مرة مباشرة، اوكي؟ يعني مش كل مرة ادخل اجباري اني احمل، كارثة والله. المهم اليوم راح نتكلم يا شباب عن الاضافات بحول الله اللي توفرت معنا في هذا التحديث واللي راح تفتح معنا وتقريبا مواعيدها وغيره، اوكي؟ فاول شيء يا شباب فيما يخص شخصيه تسجيل الدخول، خبرتكم امس انه راح تكون شخصيه زيرو زي ما تلاحظون بهذا الشكل، لكن دارت معنا شخصيه ميسين في تسجيل الدخول اليومي بالنسخه العالميه على عكس النسخه الصينيه. فمش عارف اذا راح تكون شخصيه زيرو في حدث اخر وتكون بصيغه مجانيه على عكس ميسين اللي راح نحصلوا احنا النسخة العالمية كتسجيل دخول يومي، فمش عارف. المهم شخصية زيرو بإن راح واردة أنها تكون شخصية مجانية، أوكي؟ لأنه ما نزلت معنا في أي باكيج أو في أي باندل إلى الحين في التسريبات، أوكي؟ هذا يعني حتى تكون لكم فكرة يا شباب عن الشخصية اللي تكلمنا عنها أيضا وتوقعت أنه راح تنزل بصيغة مجانية بإذن الله، يعني دفء إلى مع شخصية ميلسيم. ميلسيم تم حلبه بشكل مو طبيعي. المهم راح نتكلم أيضا عن عجلات الحظ يا شباب، راح أعطيكم ترتيبها من الأسوأ إلى الأفضل. شخصية جرينش بالإضافة إلى سلاح البي كي 57 راح يعود معنا أيضا في عجلة حظ. هذا السلاح مرة ثانية، هو نزل معنا مرة أولى وراح يرجع معنا مرة ثانية. مع ذيك الشخصية ممكن هذه العجلة يعني بصراحة ما عجبتني بصراحة، أوكي؟ العجلة اللي بعده هي سلاح الكيكي 9 زي ما تلاحظون، ولكن في شخصيتين عفوا في مش عارف اذا هو جليتش يعني ما ظهرت معنا الشخصيه اللي راح توفر مع هذا السلاح ولا كيف، اوكي؟ ف يعني هذه ثاني اسوأ عجل. العجل اللي بعده هي شخصيه ديم زي ما تلاحظون، يعني اللي راح توفر معنا مع السلاح الجديد اللي راح يكون الهيتس اللي راح يتوفر معنا ايضا، وهو تقريبا سكين يشبه وكانه سكين سمكه، اوكي؟ يعني السلاح تجسيمه على شكل سمكه، فبصراحه جدا رهيب بصراحه. يعني هذه العجله ممكن من هنا تبتدا الامور تتحسن. العجله اللي بعده هي راح تكون شخصيه رايبر زي ما تلاحظون عاشوره، اللي راح تكون بصيغه الليجندري مع السلاح الام 4 ال ام جي. ممكن لاول مره ما تعجبني شخصيه بصيغه الليجندري، اوكي؟ لانه تصميمها جدا ضخمه، يعني حتى بجناحها تموت. انا مش فاهم يعني تصميم هذه الشخصيه، انا صريح بصراحه، حتى ممكن في ناس تعجبها مش عارف، لكن انا ما عجبتني. شخصيه بلاك جايك ايضا جدا اسطوريه اللي راح توفر معنا يا شباب، يعني هذه العجله من افضل العجلات اللي راح توفر معنا في الموسم القادم مع المروحي اللي راح توفر معنا ايضا بصيغه الليجندري. جدا اسطوريه هذه العجله من افضل عجلات الموسم القادم بحول الموسم الحالي باذن الله، يعني الموسم السابع، اوكي؟ فهذه تستاهل الشحن حرفيا، يعني من الشخصيه او المروحه او حتى باقي الاغراض وتستاهل بصراحه يا شباب. العجلة اللي بعده اللي راح نتكلم ايضا عنها ممكن تعتبر العجلة نمبر 1 من وجهة نظري وحسب تقييمي الشخصي والمتواضع، هي العجلة اللي تخص شخصية روين بالإضافة إلى سلاح الاي كي 117، ثالث سلاح أيضا معنا في هذا الموسم راح يرجع، يعني الكيكي 9 بي كي والاي كي 117، لكن تجسيمهم جدا أسطوري، وراح أعطيكم فكرة عن موضوع هذا العجلة وعن هذا التصميم وهذا السلاح وهذا الشخصية. ممكن الشركة تلمح الى انه الموسم القادم بحول الله راح يكون موسم فايكنج، اوكي؟ والله اعلم، يعني حسب ما انا مشاهد هذا هو السلاح اللي يخص الاي كي 117
عجلة نمبر 1 زي ما خبصتكم، أفضل عجلة راح توفر معنا في الموسم القادم. بالنسبة للناس اللي ما عندهم الإيكي 117 أنصحكم أنكم تشحنون هذا العجلة يا شباب، سواء من الشخصية، ولو أنه تمنيت أنه تكون مش ديك شخصية روين تكون معها هذا الشخصية، تمنيت تكون هذه بعجلة الحد لذاك السلاح، ولكن ما عنديش. ولهذا خبرتكم ممكن الشركة تنوه إلى الشخصيات أو خلفية الموسم القادم بحول الله عن أنها فايكينج، والله أعلم، ننتظر ونشوف. أيضا فيما يخص البيكجات، شخصية أيضا زيرو اللي راح توفر أيضا معنا، هذه الثاني باكيج أشاركه معكم مع الشخصية الأولى، يعني هذه راح تكون من الأفضل، يعني من الأفضل إلى الأسوأ. راح أستعرضها كلها، راح أستعرضكم بس أفضل البيكجات اللي ممكن أنكم تشحنونها يا شباب. ايضا الباكج اللي يخص شخصيه سيراف اللي راح تكون بتمويه هذا الفارس زي ما تلاحظون، ايضا جدا اسطوريه من وجهه نظري طبعا زي ما خبرتكم، لكن تعتبر ايضا افضل من افضل الشخصيات اللي راح تتوفر معنا، او من افضل البيكجات اللي راح تتوفر معنا في الموسم القادم بحول الله. ايضا في باقي البيكجات ما حبيت اشاركها معكم لانه بصراحه ما عجبتني كثير. ايضا فيما يخص الباندل، يعني شخصيه سبيكتر اللي راح تتوفر معنا في حزمه، هذه افضل حزمه انا شاهدتها الى الحين، يعني في التسريبات الشيء اللي ظهر معنا هو هذا، اوكي، من وجهة نظري طبعا. ايضا فيما يخص شخصيات البطل باس، ممكن الناس مستاء، لكن صدقوني انه افضل موسم، افضل موسم من ناحية الشخصيات. لماذا؟ لانه موسم حربي بامتياز، لما تشاهد هذول الشخصيات فالموسم فعليا يستاهل انك تشحن له البطل باس، لانه شخصيات حربية تماما. يعني ما تقارني هذه الشخصيات مع شخصية ريبر عاشورة يا اخي، كارثة بصراحة. انا والله مش فاهم، يعني وكأنه برج او بناية، انا مش عارف يعني كيف التصميم كان بصراحة، لكن من وجهة نظري انه شخصية البطل باس افضل موسم. فيما يخص الأسلحة أيضا يا شباب، زي ما تلاحظون يعني كل شيء أمامكم، الأسلحة اللي بلعت تقريبا، ممكن يعني حتى سلاح الفينيكس صدقوني أنه بلعت كلب بصراحة، يعني خلاص ضعفوه لأبعد الحدود. أيضا في راح أعطيكم أيضا تنبيه فيما يخص سلاح لوغر، إذا تستخدموا LMG راح يكون معك ضعيف، لكن إذا تستخدموا كسلاح AR صدقني أنه جلاد، اوكي، في هذا الموسم يعني بعد التحديث مباشره. ايضا حتى في ما يخص سلاح الروس ايضا جدا اسطوري يا شباب، وانصحكم انكم تستخدمونه يا شباب. في بعض الاسلحه المهمه بعدين راح نشرحها. ايضا فيما يخص شخصيه كينغسلي، زي ما تلاحظون هذه الشخصيه تخص نسخه الفانغارد اللي راح توفر معنا باذن الله في شهر نوفمبر، اللي راح تحصل يعني راح تطرحها الشركه بشكل رسمي، وهي لعبه جديده اكيد من سلاسل كود. فممكن هذه الشخصيه ما ظهرت معنا لا في باكيج لا في باندل ولا في عجله حد، فاحتمال كبير جدا انها راح تكون في حدث او في فعاليات، مش عارف، ممكن للنسخه، والله ما عندي فكره يعني كيف راح تكون هذه الشخصيه، او انها تكون مش عارف، لكن اتمنى انها تكون شخصيه مجانيه، اوكي، ممكن الشركه تسويها في فعاليات حتى انها تنبه وتحمس الناس اكثر او تشجع الناس اكثر حتى يلعبون نسخه الفانغارد اللي راح توفر معنا باذن الله قادما، اوكي، هذا من وجهه نظري وحسب ما انا شايف، اوكي، فيما يخص ديك الشخصيه، واتوقع انها شخصيه جدا رهيبه بصراحه يا شباب، بما ان لو انها تكون ايضا شخصيه نادره زي ما كان معنا مع شخصيه ادلر اللي كانت في فعاليات الوارزون، اوكي، فهذا من وجهه نظري. ايضا اذا تكلمني عن اضافات النسخه الصينيه، صدقوني النسخه الصينيه ولو انها كانت اخر اصدار نزل عن لعبة كود موبايل، ولكن هاربة بسنين ضوئية عن النسخة العالمية، وهذه الشخصية تم ورودها أيضا في النسخة الصينية، أوكي، لا تنتظرها الحين في النسخة العالمية. ممكن ممكن بعد 3 مواسم 4 مواسم 5 مواسم الله اعلم، لكن ان شاء الله راح نحصلها، اوكي، وصدقوني انه لو الشركه تنزل هذه الشخصيه راح يتم حلب اللاعبين حلب مش طبيعي، لانه في ناس كثير ممكن راح يشحنون هذه الشخصيه، ولو انه شخصيه تقريبا يعني الوانها ممكن يفضلونها بنات اكثر، ولكن انا عارف انه في ناس كثير صدقوني راح تشحنها. اذا مش نتكلم عن العرب بصفه خاصه، ولكن الاجانب بصفه يعني بشكل كبير يشحنون هذه الشخصيات اللي تكون بهذا الشكل صدقوني.
المهم هذا فيما يخص الشخصيات اللي تخص النسخه الصينيه. ممكن ما راح استعرض لكم اي كل شيء عن النسخه الصينيه لانه موضوعنا اليوم هو يخص النسخه العالميه. فانتم كيف مشاهدين الاضافات الى الحين يا شباب؟ فيما يخص ايضا طور البترويل انصحكم بالنسبه للناس اللي تلعب بترويل اذا كانوا يوتيوبرز انصحك انك لا تشغل الموسيقى بالسياره او بالشاحنه لما تلعب طور البترويل، حتى اذا تصور على اللوبي تحاول تنصي الموسيقى اكثر. ليش؟ لانك راح تبلع سترايك وراح تبلع مخالفة مباشرة لو تشغل تلك الموسيقى، لأنه في هذا الموسم الشركة سوت عقد شراكة مع ذاك المغني اللاتيني، فكل شيء راح يكون تبلع عليه في مخالفات وغيره. فأنصحكم يا شباب أنكم لا تسوون هذا الغلط بالنسبة لإخواني اليوتيوبرز، أوكي، حتى تكونوا في الصورة بالنسبة للشخص اللي ما عنده فكرة إلى الحين، أوكي، اللي مش فاهم الموضوع فيما يخص تلك الموسيقى. المهم كان هذا كل ما لدي في حلقة اليوم يا شباب، أتمنى أنه قد وفقت في هذا الشرح والطرح وأنه كلامي ما كان سريع لأنه حاولت أشرح كل التفاصيل في مقطع واحد. بإذن الله في مقطع يوم غد عندي كلام ثاني عن الشركة وليش خبرتكم أنه الرئيس اللي يخص اللعبة ومدير الشركة هو مستاء جدا سابقا. راح ارجع لكم وراح افسر لكم باذن الله، لانه ما تكلمت في ذاك المقطع وخليتكم قلت لكم اني ما راح اتكلم نقطه الى السطر، لكن باذن الله في حلقه يوم غد راح اشرح لكم التفاصيل لماذا ذكرت ذاك الكلام، وكانت عندي معلومه رسميه ومؤكده باذن الله في حلقه يوم غد اذا طال الله في عمرنا، اكيد انه راح نشرحها وراح افسر لكم الموضوع. الى هنا شباب ما بقى لي الا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تبخلوا علي بلايكاتكم ومشاركه المقطع. اشكركم جزيل الشكر على لايكاتكم لمقطع يوم امس. فيلا شباب لا تبخلوا علي بلايكاتكم في هذا المقطع مشاركة المقطع وبس. يلا سلام. If you would like to get exclusive content updates, previews and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty soldiers.